هاي جايز، كيفكم؟ اليوم نحن رايحين على المول لأنه بكرة عيد. فا احكي مارو. بعدين راح بدنا نشتري هدايا للعيد للأولاد والبنات لأنه حنوزع على رفقاتنا كلهم. فضلوا معنا. باي باي. نشوفكم بعدين. شوفوا بعدين جايز. سو قربنا نوصل. ضلوا معنا لانه بقي شوي ونوصل لانه رح نشتري كثير العاب. نحن رح نشتري للبنات ميك اب وللاولاد اطفال خايفين وهيك. سو هلا بدي انقي اول شيء للبنات مكياج. عنا مكياج على شكل كب كيك وعلى شكل لول وعنا على شكل فراوله وحتى على شكل لول ثاني وعصفور. جايز انا محتارة كتير اي واحد انقي. في حتى على شكل بعصوكة وهاي حلوة حتى. هاي بيجي معها. جايز لقيت هاي بيجي معها اثنين اظافر ومناكير وحمرة وقلم هيك قلم هاي وحمرة كمان وهون اي شادو. جايز انا رح اشتري من واحد من هذول. رح انوع شوي يعني اشتري كم هاتين هاتين فوا. فاستنونا بالبيت ترينا الالعاب حنفاجيكم اياها بالبيت. حتى اشترينا مصاصات مع بودرة. شوفوا تحت. حنفاجيكم اياهم بكره. باي. شوفونا بكره. باي. هاي جايز وصلنا على البيت وهلا بدنا نوديكم هدايا. اول شيء عنا هاي هدول البحر. شو اسمه عنا هاي طلعوا هاي حنسوي فيها هيك 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 هي. وعنا هاي المره رح نحفر نحفر وهدول العاب رح نسوي فيهم رمل. وهاي عنا بولينج بولينج اثنين بولينج ايه اوكي. وعنا حتى هاي حيكون في مكعبات لازم ندخلهم يعني على الشكل. طبعا جايز شوف هاي في ساعة ونحن لازم ندخل. هلا بدنا نفرجيكم الميك اب. فأول ميك اب عنا ميك اب فراولة مع عيون وابتسامة وهون اي شادو لون اخضر وزهري وازرق وزهري غامق وهذا زهري عادي. وعنا برتقاني وهون هاي ايه. وعنا هلا فراولة تانية بس من دون عيون احمر ولون احمر زهري وبنفسجي وزهري وبنفسجي وازرق واخضر وهي حمرة وهي حمرة وهي حمرة وهي هي منكير. جايز هدول الظروفين رح احط فيهم عيديات وهدول اللزقات رح احطهم على الظروف هدول طبعا ونكتب لهم يعني رسالة يعني عيد مبارك. جايز هدول الظروف رح احط فيهم عيدية وححط هدول هون يعني احط جوا رسالة كل عام وانتم بخير. اوكي لسه جايز في لسه العاب هونيك بس انا جات متأخرة على البيت فانا كتير تعبان رح انام عشان بكرة العيد. فحفرجيكم كيف حغلفهم وكيف رح احط الفلوس مع اللزقات. باي بام. هذا لبس العيد طبعا لبسي كله من شيئين الشنتاي واللبس والفلاشة. حلو طبعا اليوم رح نغلف الهدايا ورح نحط الفلوس جوا ظروفه. هاي هي الظروفة. وهون الفلوس. هاي شنطتي طبعا وهون الفلوس حطهم هون. يلا نبدأ بأول طلعوا جايز. ها طلعوا استنوا هدول 15 هدول 2 هدول 25 درهم فرح ناخذهم ورح نحط جواتهم الفلوس.
عشان اليوم عيد كتير حلو. شوفوا هذا الزرق ندخل هيك الفلوس. باي باي فلوس. جايز اول زرع حضرته لازم بس احط عليه ستيكر عشان خلصنا اول ظرف. هلا بدي اكمل هذا الظرف. هلا بدي اكمل ظروفه وبرجع لكم. جايز اول ظرف خلصته لازم بس احط عليه ستيكر عشان خلصنا اول ظرف. هلا بدي اكمل هذا الظرف. هلا بدي اكمل ظروفه وبرجع لكم. كل ظرف 25 يعني 35 45 وهيك نوعد. وهلا بدي اغلف الهدايا مثل ما كل شيء فيه في عنا كثير هدايا فرح اغلفهم وارجع لكم. طبعا هلا اول وحده خلصنا جايز 10 هدايا وهدول 10 ظروف. كل هدية بياخد معه ظرف واحد مثلا يعني هاي الهدية مع ظرف واحد بس. وبس هذا كان الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب وفعل جرس. وباي بحبكم كتير.